النهاردة كابتن محمود الخطيب كان موجود في النادي الأهلي في فرع النادي الأهلي في مدينة نصر عشان يتفقد الإنشاءات اللي هناك، وأثناء جولته كابتن فتحي مبروك قال له فضل تشرفنا بقى في قطاع الناشئين عشان يزور قطاع الناشئين وقابل فعلا اللعيبة الشباب. وكمان عايز أقول لكم أنه اتكلم معاهم وإداهم نصايح كتير جدا، واللقاء ده كان بالنسبة لهم بيعتبر تاريخ قبله أكيد في أسطورة الكرة المصرية وأسطورة النادي الأهلي كابتن بيبو.